انضمنا عبر الهاتف من لندن الأستاذ مازن التميمي الكاتب السياسي. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. أستاذ مازن، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود يتهم إيران باختراق سيادة العراق، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. أنا من يعني منذ فترة طويلة أركز على أنه لا يوجد هناك صراع بالمعنى الحقيقي بين الولايات المتحدة وإيران، بقدر ما هناك تقاسم وتبادل أدوار وأحيانا تلاقي استراتيجي، وبالتالي عملية الصراع هذه وهم، ولكن ربما أحيانا إيران تحاول أن تأخذ أكثر مما تريد الولايات المتحدة أن تعطيها، فربما يحدث هنا وهناك بعض مجرد تصريحات لا أكثر ولا أقل، كل منهم يتهم الآخر، لكن على مستوى الأرض وعلى مستوى الواقع لا تزال إيران لا تزال أمريكا داعمة إلى العملية السياسية التي تسيطر عليها إيران، وحتى وجود الميليشيات وتفريخ هذه الميليشيات باستمرار هو بموافقة أمريكية، وحتى قاسم سليماني يسرح ويمرح في العراق باستمرار، وحتى في زيارة روحاني وهو على قائمة الإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية وأمريكا هي من لديها السيادة الجوية في العراق، فكيف يأتي قاسم سليمان وكيف يخرج وكيف يلتقي مع مسؤولين؟ فأنا أعتقد عملية أنه من يعتقد أنه أمريكا لا تدري أو لا تعرف بما يجري من قبل هذه الميليشيات أو من قبل إيران في العراق فهو واهم. أمريكا تتفق ومتفقة مع إيران على هذا الدور، لكن أمريكا تريد أن ترى، يعني سمعنا حتى في ترامب عندما جاء للسلطة منذ مجيئه ولغاية الآن يركز هو وزير دفاعه وخارجيته وكل الإدارة الأمريكية أنه الإرهاب تقود إيران، إيران أصبحت تهدد الأمن القومي الإقليمي والعربي والدولي، لكن على مستوى الفعل لم نرى أي موقف لأمريكا يضعف هذا التمدد أو هذا النفوذ، وحتى عملية الحصار أجازت أمريكا إلى دول معينة أن تتعامل مع إيران اقتصاديا، وحتى زيارة روحاني خرج من بغداد ليس باتفاق أكثر من 22 اتفاقية لصالح إيران، إضافة إلى أن نقل بطائرته الخاصة 4 مليارات دولار حتى يساعد إيران في وضعها الاقتصادي خانق. فإذن كلها بموافقة أمريكية، فتصريح القائم بالأعمال أو تصريح وزير الدفاع أو الخارجية، وصرح في لبنان وزير خارجية أمريكا أنه إيران، هذه كلها الحقيقة ضحك على الزقون. أمريكا لا تزال داعمة إلى السيناريو الإيراني لأنها ابتزت دول المنطقة ودائما تلوح لدول المنطقة البعبع الإيراني، وعلى هذه الدول أن تعتمد على أمريكا، لكنه على مستوى الواقع لم نرى ولم نلمس أي موقف جدي من قبل الإدارة الأمريكية، وأمريكا قادرة أرادت أن تضعف إيران في العراق أو في المنطقة فهي قادرة، وفي زمن قياس جدا قصير، لكنني أعتقد ولن تفعل ذلك على الأقل في الأمد القصير. نعم أستاذ مازن، يعني الأزمة المالية التي تمر بها إيران هل تقود دعم إيران للجماعات المسلحة في العراق وسوريا ولبنان برأيك؟ الجانب الاقتصادي في بالنسبة إلى إيران، إيران لديها مصادر تمويل عديدة، يعني هناك حتى دول بالخليج تساعد إيران بالتمويل، هناك حتى الحكومة العراقية من خلال تهريب العملة ومن خلال أنه النفط المهرب إلى إيران، من خلال زعماء الميليشيات المرتبطة بإيران لديها القدرة المالية الكبيرة، تستطيع أن تساعد إيران وتستطيع أن تمد إيران، ولذلك أنه حكومة المنطقة الخضراء ميزانيتها أكثر من 150 مليار دولار، وبالتالي تستطيع أن تخصص جزء من هذا المبلغ، وهو مفروض عليها أن يقدم إلى إيران عندما تريد إيران دعم إلى ميليشياتها إلى أذرعتها، إضافة إلى أنه التبادل الاقتصادي بين العراق وإيران أكثر من 20 مليار حاليا، الآن إيران تصدر هذه البضاعات الفاسدة إلى العراق، هذه كلها وسائل دعم، إضافة إلى غاية الآن لم ينفذ الحصار اللي فرضته على أمريكا على إيران بمعناه الحقيقي، مثل ما فرض الحصار على العراق عام 90 اللي منعوا عنا حتى الهواء، في حين الآن إيران لدي دول كثيرة غير معنية بالحصار عليها، فإذا هذا هو بحد ذاته توفير عملة إلى إيران، وتستطيع إيران من خلال هذه العلاقات الاقتصادية أن توفر لديها ما يمكنها من دعم هذه الأذرع وهذه الميليشيات. نعم، التحالف الدولي لا يزال يؤكد ضرورة بقائه في العراق لمحاربة الإرهاب
وتنظيم الدولة. متى تنتهي هذه الذرائع لوجود قوة التحالف والقوات الأجنبية على الأراضي العراقية؟ هو هذا السيناريو بحجة أنه وجود داعش وظهر داعش من جديد بعد أن قالوا انتهى داعش في العراق وفي دول المنطقة وخصوصا في العراق، هذا أعطى الحجة للأمريكان أن يكونوا بكثافة أكثر، وبنفس الوقت أعطى الحجة إلى إيران أن تقول نحن قاتلنا الإرهاب وقاتلنا داعش، فبطالما داعش موجود في العراق فإذا مبررات الميليشيات يجب أن تستمر ومبررات إيران أن تدعم هذه الميليشيات لأنه تحارب الإرهاب وتحارب داعش، ونحن نعرف من جاء بداعش ومن يتعامل مع داعش. فهذه هي اللعبة الجديدة، أنه حتى تبرر هذه الميليشيات وجودها اللي هي تسمى بالحشد الآن، وأيضا وجود إيران داخل العراق تبرر على أنه لا يزال الإرهاب موجود بالعراق، ومهمة العراقيين أن تواجه هذا الإرهاب، وأمريكا أيضا تريد أن تقضي على الإرهاب، وهذه الحجة التي تستخدم كذريعة لانتشار إيران وتمدد إيران، وبنفس الوقت وجود الأمريكان أيضا بالمنطقة. أما على مستوى الواقع من يعني كيف أمريكا بهذه القوة الكبيرة وإيران بهذه الترسانة وهذه الميليشيات غير قادرة على أن تجهض داعش؟ أين هو داعش في الفضاء الخارجي حتى ما يستطيعون أن يقاتلوا؟ أنا أعتقد هذه هي شماعة لتبرير الوجود الإيراني في المنطقة وتبرير لوجود أمريكا أيضا في المنطقة بحجمها وثقلها وامتداد دول المنطقة، ولذلك سيستمر هذا السيناريو وهذا التقاسم وتبادل الأدوار، كل منهم يتهم الآخر. يعني عام 2005 في زمن بوش الصغير قال إن صعد الموقف مع إيران وتوقعت العالم الحرب قادمة خلال ساعات، والآن احنا في 2019، ونفس الشيء ينطبق على ترامب انه يعلن انه سيحارب ايران وسيمنع نفوذ ايران. ماذا لمسنا على الارض؟ العكس، ايران لا تزال قويه في العراق، هي من يتدخل. حتى عمليه اختيار رئيس الوزراء العراقي والانتخابات الجديده هي بموافقه امريكيه ايرانيه، تم اختيار عادل عبد المهدي، وهذه حقيقه. والان سيد الفاضل، هناك مفاوضات سرية في أحد الدول الأوروبية بين إيران وأمريكا، وربما يصلون إلى اتفاق. فإذا هذه حقيقة الموقف اللي يجري في العراق أو في المنطقة ما بين هذين القطبين. شكرا لك الأستاذ. المحور الشر والشيطان الأكبر، وكلاهما نفس وجهان لعملة واحدة. شكرا لك الأستاذ مازن التميمي الكاتب السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. شكرا جزيلا لك.